السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة ان شاء الله هنشرح الدرس بتاع، اللهم صل على النبي، درس بتاع ال equivalent resistance. تمام، وكالعادة لو انت وراك صلاة روح صلي الأول، لو انت في أذكار الصباح والمساء مقلتاش روح قولهم الأول علشان ربنا يبارك لك ان شاء الله في الوقت، والموضوع ايه تفهمه بسرعة. يعني درس ال equivalent resistance ده من أسهل الدروس اللي عندنا في المنهج إن شاء الله يعني، ومن أحلاها يعني. هو سهل وجميل وبسيط، والموضوع يعني إيه بي make sense جدا، فإن شاء الله تعرف تحله بسهولة يعني. إحنا بس يعني هدي بس introduction كده بسيطة، نمشي بس بالراحة واحدة واحدة، وكان إن شاء الله نمشي من السهل جدا للصعب جدا إن شاء الله يعني. لو في بس مفيش حاجة صعبة فعلا والله يا جماعة، في الفيزياء مفيش حاجة صعبة، والموضوع كله بس بيدبند ايه، ان انت يعني حاجه فاهمها وحاجه مش فاهمها. لو انت فاهم يعني، انا لما باجي احل اي مساله بطبق نفس الخطوات اللي عملتها في المساله السهله، هي نفس الخطوات اللي بعملها في اصعب مساله من وجهه نظرك هي، لان مفيش مساله صعبه، والموضوع كله بس ان شكل المساله اختلف، فانت حسيت ان ايه ده مساله صعبه وبتاع، فاهم؟ بس في الغالب مفيش مساله صعبه في الفيزياء خالص ان شاء الله يعني. اللهم صل على النبي. عندنا دايما بيبقى عندنا ايه في الفيزيكس او في السيركت بتاعتنا ده، انا عندنا ايه بطاريه صح كده، والبطاريه دي في ريزيستنس صح كده، وايه السيركت خلصت على كده. فانت مثلا بيبقى عندك في بي وعندك ريزيستنس، حلو كده. فاحنا دايما كان عندنا القانون بتاع ان الاي ايكوال للفي على الار، خلاص كده. فكنا بنعرف نجيب الاي، الموضوع سهل قوي، طول ما انت عندك بطاريه واحده وعندك ريزيستنس واحده. امتى الموضوع بدأ يبقى معقد؟ لما الناس بدأت تيجي وتحط ايه تو ريزيستورز جنب بعض كده، ودلوقتي يقولك يلا احسب لي الاوي، فالناس مبقتش عارفة تعمل ايه. خلاص، هما الناس او العلماء يعني بدون بقى ادخل تفاصيل وبتاع، بدأوا يلاقوا ان لما في 2 ريزيستورز بيتحطوا جنب بعض كده هما ايكويفالنت بالظبط لايه، يعني مثلا لو دي اسمها R1 ودي اسمها R2، ايكويفالنت ايه يعني، ايه ايكويفالنت لايه؟ equivalent للسمشن بتاعهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لو جبت بطاريه ورحت جايب ريزيستنس، قيمتها هي قيمه السمشن بتوع ال2 ريزيستورز دول. يعني مثلا تعالى نفرض ارقام، لو دي 5 اوم ودي كمان 5 اوم، وبعد كده لقيت نفس البطاريه برضو دي 10 فولت، هنا الكرنت هيبقى بكام؟ الاي ايكوال 10 على 10 ب 1 امبير. فهو بيقول لك انا هجيب ريزيستنس واحده هحطها في السيركت بدل 2، وبرضو تطلع لي كرنت بواحد، يبقى انا كده ما غيرتش اي حاجه، ايكويفالنت ليهم، حاجه بتمثلهم، تمام، حاجه لما بتحضر مكانهم كأن هم بالظبط اللي حضروا، مفيش اي فرق، مش هيبقى في اي اختلاف في اي حاجه. فهو ده بالظبط اللي حصل. فدي اسمها مين؟ ار ايكويفالنت، اللي هي عندنا هنا بكام؟ 5 زائد 5 ب 10. خلاص، فيطلع ايه نفس الكرنت. امتى اعرف ان انا عندي ار ايكويفالنت؟ اعرف امتى ان انا حسبتها صح؟ لما اجي احسب الكرنت في السيركت ويطلع لي هو نفس الكرنت. يعني انا دلوقتي لو جبت الار ايكويفالنت دي كده وشفت الكرنت، هيبقى برضو ايه 10 على 10، فيطلع برضو الكرنت بواحد. افترض مثلا جيت احسب الكرنت طلع باتنين، لا يبقى انا ما جبتش كده ار ايكويفالنت. ليه؟ لان انا جبت كان عندي ريزيستنس كانت بتعمل بيهيفير معين في السيركت، وبعد شويه لما جبت ريزيستنس مختلفه والكرنت اختلف، لا انا كده جبت ريزيستنس بتعمل بيهيفير مختلف تماما، تمام. فدي كانت اشي ايكويفالنت ريزيستنس. امتى حاجه بتبقى اسمها ايكويفالنت ريزيستنس؟ لما احط يعني دول كده بيعملوا بيهيفير معين بيطلعوا كرنت بواحد، لو جبت شلتهم هما الاتنين وحطيت ريزيستنس واحد تطلع مين؟ نفس الكارت، تعمل نفس البيهيفير بالظبط. خلاص، فهم لما بيلاقوا ان تو ريزيستورز كده كونكتد مع بعض ان سيريز، يعني ايه ان سيريز او توالي؟ اللي هما ايه جنب بعض على طول، جنب بعض كده، دول بيبقوا ايه اسمهم ان سيريز، وسهله قوي واضحه قوي بالعين يعني، كل ما تشوفهم كده بيبقوا واضحين قوي ان هما ايه ان سيريز. فدول بيبقوا مالهم؟ بيبقى الايكويفالنت بتاعهم او المقاومه المكافاه بتاعتهم بتبقى ايه؟ بتبقى السمشن بتاعهم. خلاص، طب تعالى نجرب تاني كده اهو. لو انا عندي ايه كذا ريزيستور اهو، R1 و R2 و R3 و R4 اي حاجه، وقلت لك هات لي هات لي الار ايكويفالنت بتاع دول، مثلا ده 5 وده 7 وده 8 وده 9، خلاص هيبقى ايه السمشن بتاعهم؟ بنشتغل عادي بالسمشن، قانون اي سمشن عادي اللي هو ايه، اللهم صل على النبي. خلاص، هيبقى ايه السمشن بتاعهم؟ دول كلهم ان سيريز او كلهم توالي، عرفت منين اهو؟ كلهم لازقين في بعض. اعرف منين؟ لو انا مشيت بالقلم كده من اول دي لحد التانية، لقيت القلم ماشي كده ما لقيتش ان في اختيارين، يعني مثلا مش وانا ماشي كده لقيت في طريقين، يعني مثلا في ريزيستنس هنا وفي ريزيستنس هنا، لا وانا ماشي كده ما لقيتش في اختيارين، ما لقيتش في طريقين، ممكن امشي كده او كده، لا ده ما فيش غير اختيار واحد، اظن ما فيش غير اختيار واحد، يبقى هما ايه سيريز. خلاص،
يبقى ايه الار ايكويفالنت هنا؟ 5 و7 و8، خلاص 5 زائد 7 زائد 8 زائد 9، خلاص حلو. بعد كده قال لك في انواع تانية من الريزيستورز ان هما ممكن يكونوا بارلل او توازي. ايه البارلل او التوازي ده؟ ان انت وانت ماشي كده لقيت ان ايه ليهم نفس الستارت وليهم نفس الان، ابتدوا من نفس النقطة وانتهوا عند نفس النقطة، تمام؟ وتعرف امتى ان هما بارلل؟ تعرف كده وان انت جاي من هنا كده لقيت ايه ان في طريقين، واحد لتحت وواحد لفوق، فلقيت ان الاتنين ايه مش على نفس الطريق، يعني الاتنين دول مش على نفس الطريق، شوف واحد في طريق وواحد في طريق توازي لي، تمام؟ او بارلل لي. فطب في تفريعة كده، اي تفريعة اعرف اطول انك ايه دخلت في البارلل. ايه القانون بتاع البارلل؟ انت عندك واحد على الار واحد زائد ايه واحد على الار اتنين. طب هما لو كذا ريزيستور مع بعض بارلل يعني اهو اهو ار واحد ار اتنين ار ثري، ايه الايكويفالنت بتاعهم؟ يعني ايه الايكويفالنت بتاعهم؟ ان انا لو شلت الاتنين دول كده ده بيقول ار ايكويفالنت. يعني ايه الار ايكويفالنت؟ معناها ان انا لو شلت الاتنين دول كده يعملوا نفس البيهيفير بالظبط في السيركت. فهو نفس الكلام، انا لو شلت دول كده مع بعض بارلل، خلاص لو انا عايز اشيلهم واحط ريزيستنس واحده بس، مقاومه واحده بس، ليه؟ عشان ليه انا عايز اعمل احط مقاومه واحده بس؟ علشان انا ما بعرفش احل غير ايه لما يكون عندي مقاومه واحده بس، ان الاي ايكوال في على الار، فانا عايز الار تبقى ايه يعني بقيمه واحده، فعشان عايزه تبقى قيمه واحده لازم ايه اجيب الار ايكوفالنت. يعني ايه ار ايكوفالنت؟ يعني مقاومه مكافئه ليهم، تمام؟ فانت عندك الاربعه هم بارل، يعني ايه؟ يبقى عندك واحد على الار واحد زائد واحد على الار اتنين زائد مين؟ زائد ده برضه زائد ده كله، زائد واحد على الار تلاته زائد واحد على الار واحد على الار اربعه، صح كده؟ وبعد كده بعد ما بعمل لهم سميشن، بعد ما بجمعهم كلهم بعمل ايه؟ بعمل باور نيجاتيف 1، تمام؟ بعمل ايه؟ باور نيجاتيف 1، خلاص بعمل اس النيجاتيف 1 خلاص تمام. فاحنا كده ايه، احنا ان شاء الله كده خلصنا ايه فكره السيريز والبارلل. نبدا مثلا نحل مسائل بسيطه صغيره خالص، تمام؟ او انا مثلا عندي مثلا ريزيستنس اهو كده بطاريه، وعندي R1، وبعد كده عندي مثلا، تعالى احط ارقام عشان عارف انتوا ايه ما بتحبوش R1 و R2 دي، اهو 7 اوم مثلا ودي 5 اوم، بعد كده لقيت مثلا في 2 ريزيستورز 6 و3، خلاص تمام كده وخلاص ايه قفلنا السيركت. بيقول لك هات لي المقاومه المكافئه للشكل التالي او ايه الار ايكويفالنت. تجيبهم ازاي دلوقتي؟ انت عندك ميكس من الحاجات، عندك حاجات سيريز، عندك حاجات توالي، وعندك حاجات بارلل، عندك حاجات توازي. زي ايه توازي؟ الاتنين دول واضح ان هما توازي، صح؟ بارلل مع بعضهم توازي لبعض، مش على نفس الخط، الاتنين مش على نفس الخط. طب دول واضح ان هما سيريز او ايه جنب بعض على طول، هم لازقين في بعض. بص لو انا مشيت بالقلم ماشيين جنب بعض، طب دول عرفت ان هما توازي؟ هو انا ماشي بالقلم لقيت ان ايه في تفريع، واضح قوي، واضحه قوي، وهبان اكتر مع الايه مع الحل اكتر، تمام؟ فدول كده مالهم يا لاري كويفرنت ده بكام دلوقتي؟ انا عارف ان انا بجيب ار ايكويفالنت، يعني انا ممكن اشيل دول كده مع بعض واحط مقاومه واحده، صح؟ مش هجيب مقاومه مكافئه ليهم هما الاثنين، 5 و7 بكام؟ تبقى ب 12، خلاص. طب والمقاومه المكافاه بتاعت الاثنين دول اهو. طب تعالى نكمل الرسم كده عشان ما تتلخبطش، وبعد كده نمشي ايه واحده واحده. انا كده جيت عملت ايه؟ مش الاثنين دول ليهم مقاومه مكافاه ب 12؟ انا خلاص بدل ما يبقوا اتنين كده رحت شايلهم وحطيت واحده بس. دلوقتي مش الاثنين دول توازي او بارلل، ممكن ايه اشيلهم واحط مقاومه واحده بس برضو، صح؟ ادي ال 12 اللي بتاعتنا دول، المقاومه المكافاه بتاعتهم 1 على 6 زائد 1 على 3 باور نيجاتيف 1، ماشي؟ او اس نيجاتيف 1 بعدين بس. فلو حسبت دي على الكالكوليتر تطلع بكام؟ دي هتطلع ب 2 اوم، خلاص بس تمام. بعد كده لقيت ايه ده؟ ده تحول ان انا دلوقتي عندي 2 ريزيستورز، 2 ريزيستورز دول مالهم؟ توالي او سيريز. فبايه بقى بعد كده؟ خلاص اقوم حاطط بقى لسه بطاريه نفس البطاريه اهي، وتبقى كام؟ الاتنين دول مش توازي او توالي، يبقى ايه الجمع بتاعهم 14، خلاص. يبقى دي ايه المقاومه، يبقى كان عندي بطاريه واحده وريزيستنس واحده، والحمد لله ايه انبسطنا، خلاص. فاحنا ايه هنبدا نحل، تمام؟ ممكن نحل من كذا مكان، يعني احنا ممكن نبدا نحل ايه، يعني هشوف كده ثانيه واحده، هشوف لكم كده كتاب حلو نحل منه، تمام؟ احنا برضه بس كان في معلومه بس عايز اقولها، صحيح برضه نشوف الكتاب كانت بتقول لك ايه. هروح القلم راح فين؟ ثانيه واحده. في معلومه بتقول لك ان ايه دلوقتي لما انا جبت المقاومه المكافئه ال R equivalent لمين؟ لكذا ريزيستورز توالي او سيريز مع بعض، يعني مثلا دول كده مع بعض ايه سيريزهم، صح؟
مثلا دي ار 1 دي اهو 5 و5 و5 خلاص، يبقى انت ايه دي اسمها ار 2 مثلا ودي ار 3. فدايما بيقول لك لما بيكون في مقاومات سيريز دايما بتبقى ار ايكويفالنت، او المقاومه المكافئه ليهم دايما بتبقى اكبر من ايه، من اكبر ريزيستنس فيهم، يعني الار ماكسيمم فيهم. ايه الار ماكسيمم دي؟ يعني اكبر ريزيستنس هنا مثلا هنقول خلي دي 7، مين اكبر ريزيستنس هنا؟ هي السبعه صح. دايما بتبقى ار ايكويفالنت اكبر من ايه، من ار ماكس. طبعا ده شيء بديهي ليه، لان اصلا ار ايكويفالنت دي تبقى دايما ايه، هي السمشن بتاعهم لما بيكونوا سيريز، يعني هي 5 زائد 7، فهي السبعه ومجموع عليها شويه حاجات، فاكيد ايه اكبر من اكبر من اكبر ريزيستنس. بيقول لك طب وفي التوالي دايما لو انت جيت، او في التوازي قصدي اللي هو البارلل ار 1 وعندك ار 2، تعالى برضو نديلهم ارقام، وعندك ار 3 تمام، لو دول كلهم بارلل كده اهو تمام، وعندك مثلا دي ب 10 ومثلا دي ب 10 هي كمان، تعالى نحط مثلا دي بكام، ب 5 خلاص، هيطلع الار ايكويفالنت هنا بكام، يطلع هنا الار ايكويفالنت ب 2.5 خلاص. فهنا هتلاقي ان ايه، الار ايكويفالنت دايما بتبقى اصغر من اصغر ريزيستنس، من الار مينيمم تمام، دايما بتبقى اصغر من اصغر ريزيستنس موجوده في في التوازي خلاص. فدول كلهم ايه، بارل مع بعض، مين اصغر ريزيستنس؟ الخمسه، فهتلاقي الار ايكوفالنت اصغر من اصغر واحده خلاص. تمام. تعالى ممكن نبدا نحل ايه مسائل كده سيريز بارلل، في مساله هنا اهي مثلا، مثلا مساله اهي بيقول لك ايه، بيقول لك دي 1 اوم والاتنين دول ايه، ادي بطاريه وفي الكرنت ماشي كده اهو صح. بيفرق قوي يا شباب فكره الكرنت جاي منين وداخل منين، يعني بتفرق قوي، هنشوف الكلام ده مع الوقت يعني مع الحل. فادي اهو، ادي الاتنين دول مالهم مع بعض، واضح ان هما ايه، توازي صح، بارلل. فستة وتلاتة بيبقوا باتنين، ودي بكام، بواحد، يعني كده ب2 اوم صح. انا شلتها وحطيت واحده بس ب2 اوم، طب ودي لسه زي ما هي واحد، بعد كده لقيت الاتنين دول مالهم سيريز صح كده، لو انا شلت دي وحطيت اتنين مش دول انا صحيح يا شباب. برضو في حاجه مهمه، انا في التوازي، في التوازي او في البارلل بعمل ايه، بعمل ايه الراجل، لو انا عندي ريزيستنس هنا اهي، لو انا عندي ريزيستنس هنا ار 1 وعندي هنا ريزيستنس ار 2 خلاص، ورحت جبت لهم مقاومه مكافئه تمام، ار ايكويفالنت، بعمل ايه بقى، بحطها بين الطرفين اللي انا جبت منهم الار ايكويفالنت، يعني بص شايف مش دول الطرفين، ده النقطه دي والنقطه دي صح، بينهم ار ايكويفالنت، بينهم اتنين بارل، فبحط بينهم بالظبط الار ايكويفالنت تمام، بتبقى بين النقطتين دول بالظبط تمام كده. انا بشوف، بشيل ادي الطرفين بتوعي، بشيل اي حاجه في النص بشيلها خلاص تمام، شلتها وديتها فين بقى، بحط مكانها مقاومه مكافئه تمام، بتبقى ايه ار ايكويفالنت خلاص كده تمام. فانا هنا مثلا في المساله بتاعتي دي كده اهو، انا عندي ايه، من الطرف ده للطرف ده عندي الاتنين دول صح، 6 و3 مالهم دول بارلل، بارلل لو حطيتها كالكوليتر يطلعوا باتنين. طب انا عرفت ازاي ان هما باتنين؟ في طرق كتير، بيقول لك لو انت عندك مقاومتين بارلل كده خلاص، يعني مثلا عندك عندك R1 بارلل مع R2 خلاص، بيقول لك ايه دايما بيبقى الايكويفالنت بتاعهم او الار ايكويفالنت بتاعتهم بتبقى القانون ده، هنشوفه دلوقتي، هنقول نشوف القانون. مش انا الاول عندي الار ايكويفالنت بتبقى ايكوال كام، ده كده 1 صح كده، سالب 1 صح كده. لو انت جيت عملت الاتنين دول عايز تحل الايكويشن دي تعمل ايه، هتلاقي ان دي عبارة عن ار 2 على ار 1 صح، زائد ار 1 في الار كده صح كده، ده الايه، ده الحلال بتاع الحتة اللي جوه دي، وطبعا ما تنساش ان ده كله ايه، باور نيجاتيف 1. فلما بتيجي تحلها دي الار ايكويفالنت صح، فالار ايكويفالنت تبقى ايكوال كام بقى، تبقى ايكوال كام بقى، تبقى ايه، ار 1 في ار 2 على السمشن بتاعهم خلاص. فدايما انت عندك الايه، لو عندك تو ريزيستورز بارلل، لو اتنين بس ماشي القانون ده، بيبقى لو عندك تو ريزيستورز بارلل بس يبقى ار 1 في ار 2 على الايه، على السمشن بتاعهم. طب لو ده الايكوفالنت بتاعهم يعني هتحسبها على طول، يعني مثلا لو عندك 6 و3 هم بارلل مع بعض، لو انت عندك ال 6 و3 هم بارلل مع بعض تعمل ايه، بدل بقى ما اروح احط واحد على 6 واحد على 3 اعمل لها نيجاتيف 1، 6 ودي 3 بتحلها ازاي، اهو 6 في 3
على الجمع بتاعهم اللي هو 6 زائد 3، فخلاص 6 في 3 ب 18، 18 على 9 يبقى بكام؟ ب2. في طريقة كمان بيقولك انها اسهل شوية، اللهم صل على النبي. طب في برضه معلومة عايزين نقولها، عايزين نقول يعني احنا ممكن كذا معلومة كده قبل ما نبدأ نخش في الحل. دلوقتي لو انت عندك ريزيستورز كده وكلهم نفس المقاومة، يعني كلهم عندهم نفس الريزيستنس، دي ار ودي ار ودي ار وكلهم سيريز، بيبقى الار ايكوفيلنت بكام؟ يعني بس هي تبس كده، يعني مش حاجة حفظ، يعني حاجة بس ايه عارفها لنفسك، ان هما ايه مش هما كلهم مع بعض، فبتبقى ار زائد ار زائد ار اللي هي بتبقى بكام؟ ب 3 ار. خلاص، فدايما بيقولك لو انت عندك شوية ريزيستورز بارل سيريز مع بعض وكلهم عندهم نفس المقاومة، عندهم كلهم نفس الريزيستنس، كلهم بار مثلا، كلهم ب5 اوم، كلهم ب10 اوم، فيبقى دايما الار ايكوفيلنت هي النمبر بتاعهم. هما كام ريزيستنس عندك مثلا هنا؟ 3، فيبقى 3 في قيمة الايه الريزيستنس دي. فلو مثلا دي ب5 ودي ب5 ودي ب5، بتبقى الار ايكوفيلنت بكام على طول؟ الار ايكوفيلنت بتبقى بكام على طول؟ 3، عشان هما 3 ريزيستور في قيمة واحدة منهم اللي هي ايه 5، عشان هما كلهم نفس المقاومة. طب لو انت عندك شوية ريزيستورز ان بارلل، يعني مثلا اهو عندك 5 بارلل مع 5 بارلل مع 5، اهو 5 3 5، بتعمل ايه؟ بيبقى ايه الار ايكوفالنت بتاعتهم؟ تعالى نسبة القانون اهو، انت عندك 1 على 5 زائد 1 على 5 زائد 1 على 5، صح كده؟ كلهم باور نيجاتيف 1، صح كده؟ كلهم باور ايه؟ باور نيجاتيف 1. تعمل ايه؟ تبقى ايكوال، انت عندك المقام ثابت او الديناميتور ثابت، فبتجمع النيوميريتور، صح؟ فبيبقى 3 على 5، خلاص كده. وبعد كده بتروح تشقلبها، فيبقى دي الار ايكويفالنت. فبيقول لك ايه، لو انت عندك شويه ريزيستورز كلهم نفس المقاومه، كلهم عندهم نفس الريزيستنس، فبيبقى ايه اللي حاصل؟ بيبقى الار ايكويفالنت بتاعتهم بتاخد واحده منهم وبتقسم على العدد بتاعهم. اهو يعني انت بس عندك هنا كلهم ب5، صح؟ حطيت 5 وعددهم كام؟ 3، تمام. فلو انت مثلا عندك 4 ريزيستورز بارل، 20 و20 و20، خلاص تمام. عايز تجيب الار ايكويفالنت بتاعهم تعمل ايه؟ هو يبقى الار ايكويفالنت ايكوال واحدة منهم اللي هي ال20 على النمبر بتاعهم اللي هو كام؟ 4، هم عدد 4 ريزيستورز، صح؟ خلاص تمام. تعال نحل بقى، لسه في حاجات بقى علاقة بالبوينتس وكده لسه هنحلها، يعني هنقول عليها. فهنا ايه 2 و1، خلاص ايه يبقى هنا الار ايكوفالنت بكام؟ ب3، خلاص يبقى ده الار ايكوفالنت. طب تعالى نشوف دي، بص كده الكرنت، او احنا بنشوف التيار ماشي منين. التيار ماشي من هنا اهو، صح؟ جه هنا واتفرق، صح؟ فانت هتلاقي ان الكرنت مشي كده والكرنت مشي كده. عدم لقيت التيار يتفرق او الكرنت يتفرق، يبقى انت عندك ايه؟ عندك حاجه بارلل، صح؟ مش احنا كنا في البارلل بنقول ان انت عندك حاجتين جاي من هنا كده، لقيت انت عندك طريقين ماشي كده وكده، فعندك ايه؟ خلاص انت كده في بارلل. عدم لقيت تفريعه او نود وعندك تفريع، في ايه؟ خلاص بارلل، عندك حاجات بارلل. طب ايه الحاجات اللي بارلل عندي؟ هتلاقي ان ده كله كده بارلل مع ده. ازاي؟ اهو كرنت امتى برضو بعرف ان هما بارلل؟ لو انت عندك هنا دخل I1 مثلا، تمام، ودخل هنا I2، هنا مثلا انت كان عندك هنا كارنت، يعني هنقول تعالى نقول ارقام، دي 5 امبير، دخل هنا 3 ودخل هنا 2 امبير، خلاص. بعدين بتلاقي ان هما لما بيخشوا من هنا راحوا متجمعين هنا تاني، خلاص. يعني انت دخل عندك 5 وخرجوا 5، يعني اضرب الكارنت ده اللي هو 5 امبير دخل هنا ودخل هنا، وبعد كده راحوا جايين هنا وراحوا متجمعين تاني، يبقى ده ايه كده بارلل. نفس الفكرة برضه اهو، انا هنا عرفت منين ان هما بارلل، وانا ماشي كده الاول وانا جاي من هنا كده، لقيت ان عرفت ان منين ان هيبقى في حاجه بارلل، وانا ماشي هنا لقيت القلم اتفرق، يعني القلم هيبقى في طريقين، صح؟ فكده عرفت ان اول حاجه ان في بارلل. بعدين لقيت ان الكرنت دخل من هنا، صح؟ الكرنت اتفرق هنا، دخل هنا شويه ودخل هنا شويه وجمعه تاني هنا، صح؟ فيبقى دي الستارت بوينت بتاعتي ودي الاند بوينت بتاعتي. فانا هبقى عايز اعمل ايه؟ عايز اجيب المقاومه المكافئه او الار ايكويفالنت من هنا لهنا، من النقطه دي للنقطه دي. دلوقتي هتلاقي ان الاتنين دول مالهم مع بعض؟ مش الاتنين دول كده وانت ماشي كده، الاتنين دول ايه؟ سيريز، صح؟ فلو انا هرسم الرسمه تاني، يعني ممكن اشيل الفرع ده كده اهو، الفرع ده من هنا لهنا اشيله واحط ايه؟ مقاومه واحده بس بكام؟ 4 و8 ب 12، صح كده؟ اه
بعدين هتلاقي ان ال 12 دي مالها بقى؟ احنا لسه قايلين انها بارلل مع الستة صح؟ تعالى نرسمها، تعالى نرسمها. راجع اعمل لك واحد وكده بيقول لك خلاص. فهتلاقي ايه؟ ان انت وانت جاي من هنا كده خلاص قلنا الاتنين دول مالهم سيرز، الاتنين دول ايه مع بعض سيرز، تواليهم صح، الاتنين دول مع بعض توالي. فلو انا رسمت الرسمه تاني هنجيب مقام ومكافأة، فكل ما اجيب حاجه اشوف حاجتين ممكن اجمعهم او اطرحهم او اي حاجه بقى بعملهم على طول. فادي اهو الاتنين دول جبت ليهم مقام ومكافأة ب 12. اروح ارسم الرسمه تاني عشان الدنيا تبقى اوضح عندي، ادي ال 12 ودي لسه زي ما هي 6 ودي 1. فاحنا كنا قلنا ان دول مالهم، واضح ان هما بارلل صح، واضح ان هما، انا دخلت من هنا اتفرقت والكرنت اتفرق، عندهم نفس الستارت وعندهم نفس الان، فبقى ايه ليهم مقاومه مكافاه. بكام المقاومه المكافاه بتاعتهم؟ اهو 1 على 12 زائد 1 على 6، واعمل لها ايه بار نيجاتيف 1، هيطلع كام بقى الانسر؟ 12 على 3 ب 4، تمام، هيطلع المقاومه مكافاه بتاعته ب 4 خلاص. فانا لو هرسم الرسمه تاني اهو عندي الواحد زي ما هي، ومن النقطة دي للنقطة دي حطيت مقاومة مكافأة بكام؟ بـ4. مش شلت دور كده خلاص شلتهم وهحط ريزيستنس واحدة، بحطها من الستارت للإند، يعني أنا عندي دي اللي ستارت ودي الإند، دي 2 بوينتس صح؟ فهحط إيه الريزيستنس هنا خلاص، يبقى كده عندي المقاومة المكافأة بكام؟ وار ايكوفيلنت بكام؟ بـ5. ليه؟ لأن أنا عندي دول كده مالهم بقى سيريز أهم، عرفت من إنهم سيريز وأنا ماشي كده القلم ماشي إيه؟ متفرقش خلاص. تمام، تعال نشوف الرزاز بتاع دي، هي دي نفس الفكرة بالظبط. بص دول كده برضو ايه، دول توالي 5 و15 ب 20 صح، هتلاقي ان ال20 دي مالها بارلل مع الـ60 صح، هيبقى المقاومة المكافأة من هنا لهنا ب 15. تيجي نرسمها، تعال نرسمها. اهي 25 دي الرسمة، انا هرسم الرسمة بس. خلاص دول مالهم برضو، انا واضح ان انا جاي من هنا. بص يا شباب، انا اول ما عيني يعني بتيجي على حاجة والاقي ان في حاجة سيريز مع حاجة او حاجة بارلل مع حاجة اعملها على طول. انا واضح ان دول مالهم على طول سيريز، عرفت منين؟ اهو انا برضو جاي من هنا الاول، اهو لقيت ان في ايه حاجه من هنا الكرات اتفرق، جه هنا مشي شويه الكرات مشي هنا شويه واتجمع تاني هنا صح. خلاص واضح ان دول الاول ايه، انا اهو عين، يعني العين كده بتلقط يا جماعه حاجه واضحه قوي، في حاجتين سيريز مع بعض واضح قوي. مين؟ اهو 5 و15 صح، تواليهم صح، بشيلهم اهو انا عندي الـ60 زي ما هي، وبشيل دول واحط كام واحده بكام؟ 5 و15 مع بعض سيريز توالي، وكام ب 20. هتلاقي ان دول بالهم بقى مع بعض، دول مع بعض مالهم بارلل اهم، عندهم نفس الستارت عندهم نفس الاند ومالهم بارلل توازي. فبعدين بعمل ايه؟ بشيلهم واحط مقاومة مكافأة، لو رحت حسبتها هتطلع بكام؟ ب 15 خلاص. وهنكمل زي الرسمة زي ما هي، ادي 25 وادي 20 وادي البطارية. واضح دلوقتي ان التلاتة ريزيستورز دول مالهم مع بعض، واضح ان التلاتة ريزيستورز دول مالهم مع بعض سيريز صح. فيبقى ايه التجميع بتاعتهم اللي هو بكام؟ 15 و25 و40 و40 و20 و60 خلاص. فانت هتشيل كل ده كده اهو وتحط مقاومة واحدة بكام؟ 60 خلاص. الموضوع يعني ايه سهل وبسيط خالص. بيقول لك هات ال R equivalent، الراجل بيقول لك هات ال R equivalent من هنا لهنا. تيجي نرسم الرسمة دي بره، تعالى نرسم اهو، جايب لك 4 كده دول كده برضه. انا عايز احسب الايه ايه الار ايكوفالنت بتاعتهم، احسبها ازاي؟ بص انت من هنا لهنا اهو،
واضح ان دول ايه على طول. انا مش شايف اي حاجه كده يعني، عين بتلقطها بعملها على طول. دول منهم واضح ان هم بارين مع بعض صح. 30 و15 هيطلع الار ايكوفالنت بتاعتهم، او بشيل من النقطه دي للنقطه دي بشيلهم واحط واحده بس بكام؟ ب 10. دي الار ايكوفالنت بتاعتهم يا 10 اهو. طب ومن هنا دول برضو واضح ان هم مالهم بارين مع بعض صح كده. دول هيبقوا بكام؟ 6 و12 4 4. بصوا بصوا دي كده ممكن احسبها ازاي على طول، احنا لسه حاسبين دي من شويه طلعت ب 4 صح. ايه هرسمها فوق. الستة وال12 دول مش هما بارلل مع بعض؟ انا هرسم الاربعه اللي تحت دي الاول، هرسم الاربعه اللي تحت اهي، وبعدين دول كده مش 6 و12 بارلل مع بعض بيبقوا بكام؟ ب 4. يبقى انا هشيلهم من الطرف ده للطرف ده واشيلهم واحط مين؟ واحده ب 4. هلاقي ان لسه الاتنين دول مالهم ايه؟ بارلل مع بعض صح. فبرضو هشيل من الطرف ده للطرف ده اهو، الاتنين دول مش هما بارلل مع بعض، 4 و4، اشيلهم واحط كام؟ واحدة باتنين، عشان 4 و4 لسه قايلين لو اتنين مقاومتين زي بعض بقسم على العدد بتاعهم، هما اتنين صح، والمقاومة بأربعة يبقى 4 على 2 باتنين خلاص. وهنا الريزيستنس بكام؟ ب 4 اهو. يعني انت دلوقتي ما تتلخبطش بس اهو، يعني انت عندك الريزيستنس بكام اهو؟ 4 و10 و2 مالهم دول كلهم مع بعض سيريز اهو، واضح اوي واضحين اوي. يبقى بكام؟ 16. يبقى دي الار ايكويفالنت خلاص. ماشي تعالى نشوف حاجة تانية. راجل جايب لك سيركت عاملة كده، جايب لك سيركت الشكل التالي، الشكل الموضح أمامك. جايب لك برضو بطارية، يقول لك ممكن بقى يجيب لك بطاريه، يعني هو ممكن يجيب لك بطاريه من هنا لهنا كده، يقول لك هات لي المقاومه من هنا من الطرفين دول، او ما يجيبلكش المقاومه ما يجيبلكش بطاريه، يقول لك هات لي ما بين الطرفين دول على طول خلاص. ادي اهي، دلوقتي برضو انا اول ما عيني هتيجي على حاجه واحس انها ظاهره قوي اعملها على طول. دول واضح ان هم ايه، هو المفروض ان في بطاريه هنا صح، والكرنت يجي هنا، لان ايه في اتفرقوا صح، وبعدين جه هنا تاني الكرنت اللي جاي هنا ده راح متفرق. انا بقى عيني اول ما بلاقي حاجه واضحه انها سيريز وبرقم مع بعض خلاص بعملها. دول واضح ان هم ايه بارلل، عرفت ان الكرنت اتفرق اهو صح، وانا جاي من هنا ايدي اتفرقت، وواضح ان هم عندهم نفس الستارت ونفس الاند مش جنب بعض، ايه على طريقين في توازي كده او بارل مع بعض، واضح اوي ان هما بارل اهو تمام. الاتنين ايه عندهم نفس الستارت ونفس الاند، يبقى مالهم 6 و3 بارل مع بعض، هيطلعوا بكام؟ هيطلعوا ب2. انا هرسمها تاني عشان الموضوع ده يعني تعملوه الاول تبقوا متقنين، وبعد كده ايه مش هرسم تاني بقى خلاص. انا شلت من الطرف ده للطرف ده، شلت الاتنين دول هحط مين؟ واحدة ب2، ودي نزلتها زي ما هي ودي نزلتها زي ما هي. عشان لسه ايه كان في بطارية هنا اهو، انا هرسم ايه سيرك. بعد كده هتلاقي ايه بقى وانت جاي اهو، مالهم دول مع بعض؟ دول سيريز صح اهو. هرسم ال15 زي ما هي، دول سيريز صح، واضح ان هما توالي مع بعض. يبقى ايه اهو ب3 صح كده اهو، منساش ان لسه في سيركت. بعدين هو رسمت ايه، شلت دول كده مع بعض توالي، واضح ان هما توالي صح. بس انت هيبقى مين؟ هتلاقي ايه ده 3 بارل مع ال15 خلاص. لو جيت حسبتها يطلع ب15 على 6، يطلع ب15 على 6 تمام. ليه؟ لان دول واضح ان هما بارل صح، فيبقى انا هشيل دول كده مع بعض، دول بارل صح، فهشيل من الطرفين دول اهم، واحط مقاومة واحدة قيمتها 15 على 6 خلاص، واحط البطارية زي ما هي تمام. الموضوع يعني ايه بسيط خالص. بعد كده في سيركت كامل هنحلها دلوقتي. نقول لك الراجل برضو بطارية في 5 اوم،
موضوع ايه بسيط خالص، سيركت. انا اول ما عيني تيجي على حاجه ان هم سيريز او بارلل مع بعض اعملها. هل دول سيريز مثلا مع بعض؟ لا دول مش سيريز. ليه مش سيريز؟ هو انا جاي من هنا كده، بص هتلاقي ان ايه في تفريعه، بص انا ماشي من هنا هتلاقي في تفريعه، فبقى ايه مش سيريز. انا بشوف الحاجات اللي هي الواضحه. مين الواضح؟ اهو دي ودي ودي، ليه سيريز اهو وانا ماشي بينهم اهو، هتلاقي ايدي ايه ماشي على طول، ايدي ما تتفرقش يعني. بص ايدي ما مشيتش، ما جاتش هنا ولقيت في طريقين، لا ده هو طريق واحد اهو. انا من هنا اهو، من اول هنا لحد هنا، دول كلهم ايه سيريز اهو. فانا هشيل كل دول كده، احط واحده بكام؟ 3 و4 و3 بكام؟ احط واحده ب10 صح؟ فلو انا يعني من الطرف ده للطرف ده، هتلاقي ان في واحده ب10 وواحده بارلل ليها ب10 صح؟ يبقى من الطرف ده للطرف ده كده هشيل كل دول واحط واحده بكام؟ واحده ب5 اهو، واعيد رسم السيركت تاني. هتلاقي ان انت لو بتعيد رسم السيركت كل مره هتلاقي ان الموضوع بسيط قوي، بس احنا مش طبعا مش هنعمل كده كده على طول يعني، مش كل مره نقعد بقى نعيد رسم السيركت من الاول. المفروض تبقى انت ايه يعني مع الوقت تبدا تبقى احسن كده واسرع بقى، عشان ايه ما تضيعش وقتك. تمام. برضو هتلاقي ان مال دول مالهم مع بعض، دول مع بعض سيريز. انا عملت ايه؟ عدت بس الرسمه، شلت دول كده، شلت الطرفين دول وحطيت من هنا لهنا، ومن الطرف ده للطرف ده اشتكل الطرفين بتوعي، حطيت مكانهم كام؟ حطيت واحدة بكام؟ دي الريدس دي كانت باتنين في الرسمة الأصلية. خلاص أنا بس بعيد رسم، عملت ايه الطرفين دول؟ شلتهم وحطيت واحدة بخمسة، فيبقى أنت عندك ريزيستنس هنا بخمسة تلاتة زي ما هي، وشلت من الطرف ده للطرف ده وحطيت واحدة بخمسة اللي هي مين؟ دول بخمسة. وعدت رسم السيركت التاني، هم تلاتة وتلاتة 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 وخمسة، وعدت نفس السيركت التاني. ادي التلاتة اهي، وادي الاتنين اهي، دي اتنين كويس انا خدت بالي خلاص، وادي العشرة زي ما هي، وادي الخمسة، وادي الأربعة، ادي الخمسة، وادي الأربعة خلاص. من هنا لهنا أو من هنا لهنا بقى هتلاقي إن مالهم دول مع بعض سيريز مع بعض، هيبقوا بعشرة برضو. عشرة هتلاقيها إيه بارلل مع عشرة، فيبقى بكام؟ هيطلعوا بخمسة. نعيد رسم السيركت التاني، أدي الخمسة بتاعتي الأولانية اللي كانت موجودة أصلا، ومن الطرف ده للطرف ده، من الطرف ده للطرف ده عندك كام؟ 10 بارلل مع 10، فتبقى بكام؟ تبقى بخمسة لو رحت حسبتها يعني. وبعد كده عندك ايه؟ 4 صح كده؟ دلوقتي دول مع بعض لهم بقى واضحين او ان هم ايه؟ سيريز. 5 و5 10 و10 و4 بكام؟ 14 خلاص؟ الموضوع واضح وسهل. هل في حاجة تانية؟ ممكن نحل اتنين كمان كده وخلاص ايه ماشي، ممكن نحل تاني. الموضوع سهل بس مش عايز كده يعني، تحس الموضوع صعب. احنا ممكن نحل على الرسمة بقى، مش هنحل على الرسمة. بص يا شباب مثلا دول يقول لك ايه، الكرنت جاي من هنا وماشي هنا، ادي بطارية وخلاص. تمام. دلوقتي اول ما اشوف حاجة عيني لقطة على طول ان هما ايه سيريز مع بعض او مع بعض اعملها. ادي دول واضح كده، بص بص من هنا لهنا، مش الاتنين دول كده مع بعض واضح ان هما سيريز. 5 و15 بكام؟ ب15. 5 و10 بكام؟ ب15. وخمسة وعشرة كمان هم دي كمان واضح ان هما سيريز صح، عندهم نفس النقطة، عندهم نفس الستارت، يبقى مالهم مع بعض في الاخر؟ 15 بارلل مع 15 صح. تعالى نرسمها بقى عشان ايه عارف ال خلاص. ادي دول مالهم مع بعض واضح قوي انهم سيريز. وشوف بص وانا ايدي كده ماشيه، وشوف ماشيه سلسه، مفيش اختيارين، وانا ماشي كده اهو سيريز مع بعض. ودول مالهم مع بعض، هم جنب بعض لازقين جنب بعض اهو، واضحين قوي يعني. دي ب 15 يبقى الاتنين دول سيريز، دي سيريز ودي سيريز اهو، ارسمهم تاني. ادي من هنا لهنا اهو، الطرف ده كده كله هشيله واحط واحده بكام؟ ب 15. ومن الطرف ده للطرف ده هشيل واحد احط كام؟ ب 15. والسيركت زي ما هي لسه. ويبقى من الطرف ده الطرف ده شلت كام؟ 15. من الطرف ده للطرف ده حطيت كام؟ 15. لان دول كانوا سيريز من اهو يعني، 5 و10 دول سيريز من هنا لهنا، فبشيل ما بين الطرفين دول، من الطرف ده للطرف ده خلاص. بعدين عندك 15 بارلل مع 15 صح؟ ايه اللي هيحصل بقى؟ دول كده واضح ان هم بارلل قوي صح؟ هيبقوا كام؟ 15 و15 بارلل مع بعض، هيطلعوا ب7.5 تمام. فارسم الرسمه تاني اهو، من الطرف ده للطرف ده عندك الاتنين دول مع بعض كام؟
هيطلعوا ب7:30. بكمل اعيد نفس الرسمة تاني. لان ايه دول مع بعض مالهم؟ بارلل، خلاص بقى واضحين اهو، نفس الستارت ونفس الاند. يبقى 10 بارلل مع 7:30 بعد ما تشيلهم، بعد ما تشيل دي كده هيطلع من الطرف ده للطرف ده في ريزيستنس واحدة صح، اللي هي البارلل بتاعهم، تطلع برقم بقى. هتلاقي ان بقى كده ايه، في لسه في مقاومة كانت هنا لسه بواحد اهو. مالهم دول مع بعض بقى؟ سيرس. خلاص دول هيطلعوا مع بعض كده ب 3.75، 3.75. خلاص تعال نحل اللي جنبها اللي هي كانت دي. مش الراجل يعني ايه كانت عليهم ديفيكالتي عشان هم صعبين، بس هم مش صعبين خالص يعني، مفهمش اي حاجة صعبة. دول تعال نحل نقسمها نشوف ان ايه مفيش حاجة صعبة. برضه نفس الفكرة، رسم لك ايه انا بس رسمتها عشان اوفر وقت الفيديو. بصوا كده هو المفروض ايه الرسمة دي كده تبقى شوية ايه، تترعش وتقعد تعيط بقى وتصوت وبتاع. الموضوع سهل خالص، عشان انا اول ما عيني تيجي على حاجة، اول ما عيني تقول انا حاجة تبقى مع بعض اعملها مع بعض. بص واضح ان الاتنين دول مالهم مع بعض، دول مالهم مع بعض اهو، 10 و10 واضح ان هما خلاص. يبقى انا ايه اشيلهم واحط ايه واحدة بارل، ادي الاتنين ونص زي ما هي، وادي الخمسة زي ما هي. انا مش شغال اي حاجة في السيركت، انا بس هشيل من الطرف ده، بص من الطرف ده للطرف ده. مش بصوا يا شباب، لما يكون عندك سيرك كده نقطة هنا ونقطة هنا والاتنين دول بينهم سيرك فاضي، يبقى هما الاتنين في الاخر نقطة واحدة. يعني بص من هنا لهنا مش ده سيرك فاضي، ومن هنا لهنا ده سيرك فاضي. انا بالنسبة لي دول كلهم نقطة واحدة تمام. فانا اهو هشيل الاتنين دول بارل مع بعض بكام؟ 10 بارل مع 10 بـ5 صح كده؟ ولسه في واحدة هنا ريزيستنس ب10 وهنا ريزيستنس ب10. خلاص دلوقتي ايه بقى اللي حاصل؟ انا كل اللي عملته ان انا شلت الاتنين دول وحطيت واحدة بس، وعدت نفس الرسمة تاني. وانت جاي من هنا كده، بص هتلاقي انك ايه جاي من هنا كده، هتلاقي ان ايه كرنت اتفرق. يبقى واضح ان دي كده تبقى بارل مع حاجة، لسه هنشوف. وانا جاي من هنا كده لقيت ان واضح ان الاتنين دول ايه، بص الاتنين دول بارل، عندهم نفس الستارت وعندهم نفس الاند. بص شايف الاتنين دول كده بارل لهم، نفس الستارت ونفس الاند، يعني 5 و5 بارل مع بعض صح. ارسم نفس الرسمة تاني الاول، دي بخمسة اهو خلاص، دي بخمسة زي ما هي، اهي الخمسة خمسة والعشرتين اهم خلاص. بعدين من هنا لهنا، وادي الاتنين ونص برضو انا سيبها زي ما هي. من هنا لهنا، من هنا لهنا اهو عندي الاتنين دول بارل مع بعض بكام؟ باتنين ونص لو حسبتها يعني خلاص. اهو بعد كده اشوف الرسمة تاني وانا ماشي اهو، شوف الاتنين دول واضح، يبقى واضح قوي ان هم مالهم سيريز، 2.5 و2.5 بـ5. واضح ان الاتنين دول بقى ايه بارلل مع الخمسة التانية، يعني دي خمسة اهي بارلل مع خمسة اهي، وكام هيطلعوا ب2.5 برضه، عشان بارلل خمسة بارلل مع خمسة ب2.5 اهو. لو شلت الطرفين اهم خلاص، شلت الطرفين من الطرف ده للطرف ده، حطيت واحدة ب2.5 وعدت نفس الرسمة اهي. يبقى واضح ان كلهم مع بعض ايه سيرس. خلاص الموضوع ايه سوبر ايزي يعني. انا بس عايز اكمل حل الملزمه، بس احنا عايزين نبقى اسرع بقى ماشي، عايزين نبقى اسرع. بص يا شباب انا مش عارف اللي كان ماسك الكتاب كان بيحلف الكتاب كان مشخبط فيه قوي، ثاني بس همسح الشخبطه دي واجي لكم ماشي. هنعمل ايه؟ انا المفروض كنت همسح الحاجه ثواني. بص يا شباب اهو تعالى نحل ايه السؤال ده برضه نفس الكلام. انا اول ما عيني تيجي على حاجه احس ان هما بارلل او سيريز ايه اعمل دلوقتي؟ واضح ايه؟ واضح جدا، واضح جدا ان ايه ان الاتنين دول من هنا لهنا، مش الاتنين دول واضح ان هما بارلل مع بعض؟ يبقى 70 و30 دول بارلل مع بعض تمام. هو هيطلع برقم مستفز بقى، انا مش عارف هيطلع بكام يعني. طب ثانيه، طيب اجيب لكم الكالكوليتور واحسبها عشان ايه. 70 و30 رقم مستفز أوي تمام. ادي 70 بارل مع 30 هعمل ايه؟ مالتيبليكيشن بتاعهم على الجمع بتاعهم، جمعهم كام؟ 70 زائد 30 بـ100 اهو، تعالى نكتبها اهو، 70 زائد 30 خلاص يطلع بكام؟ يطلع بـ21 تمام.
يبقى انا من الطرف ده للطرف ده هشيلهم واحط ايه، واحده ب21. يعني انا هرسم نفس الرسمه تاني، ادي الستة وادي الايه، اعيد نفس الرسمه بالظبط. تعالى نرسم في الورقه بره عشان الراجل ايه الدنيا معفنه خالص، حاولت امسح برضو بس ستيل ايه تحس ان الدنيا كده مش واضحه ومش ظريفه. اهو من هنا لهنا ادي الستة وادي ال20، وبعدين في من هنا لهنا اهو ادي ال30 80، وقلنا من هنا لهنا اهو من الطرف ده للطرف ده صح، عملنا ايه من الطرف ده للطرف ده من الطرف ده للطرف ده اهو كده واضحه واضحه. من الطرف ده للطرف ده مش احنا شايلين الاتنين دول قلنا لهم براي مع بعض، هحط واحده بكام؟ ب21. خلاص دلوقتي بقى انا عندي ايه بارلل مع ايه وعندي ايه سيريز مع ايه، تعالى نبص سوا. بص مش انا عندي اهو دلوقتي دي 36 دول مالهم مع بعض؟ واضح قوي ان هم بارلل ولا لا؟ بص عندهم نفس الستارت وعندهم نفس الاند اهو، بص اهو نفس الستارت نفس الاند. ولا استنوا صحيح انا اسف، ده في لسه في طرف هنا، انا اسف انا اسف انا اسف، في لسه طرف هنا، قصدي ان هنا كان في بطاريه عشان ما ناخدش. وشوف يعني احنا ما كناش راسمين البطاريه كان الموضوع هيختلف، كان يبقى الاتنين دول واضح قوي ان هم بارلل مع بعض صح، بس دلوقتي ده مش حاصل. ليه؟ لان اصلا في بطاريه، ده في سلك من هنا اصلا لسه، فانت هنا عندك اصلا تفريع، يعني دول كده مش بارلل مع بعض. ليه؟ يعني دي نود كده ودي نود، فالاتنين دول بص اصلا مش يعني دي كده مش سالكه. ليه؟ لان في نقطه هنا في تفريع، بص يعني دول كده مش دول مش بارلل مع بعض. ليه مش بارلل مع بعض؟ عشان ما عندهمش نفس الستارت ونفس الاند، يعني دي كده عندها نفس الستارت وهنا بس مش نفس الاند. ليه؟ لان السته دي الاند بتاعها، ومن هنا لهنا دي الاند بتاع الست، يعني نفس الستارت اه بس مش نفس الاند. بص تمام، بص يا شباب اللهم صل على النبي، انا في حاجه كنت عايز اقول لك عليها. في حاجه اسمها في طريقه اسمها طريقه البوينتس، لما بلاقي سلوك فاضيه كتير ممكن احل بيها، وفي طريقه يعني بس دي انا لسه هشرحها، فلسه يعني ايه ممكن ما نحلش بيها دي، بس هي طريقه بتحل يعني بتبقى اسهل قوي في ان انت تشوف الحاجه تمام، ان الحاجه تبقى واضحه قدام عينك. دلوقتي احنا قلنا خلاص دول كده 21 صح تمام، وقلنا ان دول كده مش واضح قوي ان هم بارلل. ليه؟ عشان لسه في سلك فاضي هنا صح كده. قلنا من شويه ان لما يكون في نقطه هنا ونقطه هنا وبينهم سلك فاضي مش بيبقى هما بالنسبه لي نفس النقطه. يعني ايه نفس النقطه؟ يعني دي ودي كده مش هما الاتنين بالنسبه لي نفس النقطه. يعني انا كاني ممكن ايه، يعني لو عندي تو طرفين كده ادي الايه ادي الحتتين دول شايفين، ممكن يعني ممكن اضمهم على بعض يبقوا ايه نقطه واحده، النقطتين دول كده اعملهم ايه اجمعهم يبقوا نقطه، بضمهم على بعض كده يبقوا نقطه واحده، سلك فاضي نقطه واحده بالنسبه لي كانه نقطه واحده. يعني انا عندي اي سلك فاضي بالنسبه لي كانه نقطه واحده، ده سلك فاضي ماشي. لو في ريزيستنس لا ما يبقاش نقطه واحده تمام، يعني لو في هنا دي كده نقطه تانية دي نقطه ودي نقطه، يعني مثلا لو دي نقطه اسمها احمد دي نقطه اسمها محمد، ما لهمش علاقه ببعض خالص. اما لو عندك نقطه نقطتين وبينهم سلك فاضي يبقى الاتنين نفس النقطه بالظبط بالنسبه لك، يعني اسمها احمد واسمها احمد، اسمها محمد واسمها محمد خلاص. فدول كانوا واضحين كده مش واضحين ان هم ايه، دول مش واضح كانوا مش واضحين ان هم بارلل مع بعض. فتيجي تعالى ايه نرسمها لو احنا ضمينا البوينتس على بعض. يعني بص على نفس الرسمه تاني، وبعدين ادي البوينت دي صح، انا هضم دي كده مع دي كاني ايه بضمها، ادي السته هرسم الاول دي كده وهرسم ال20 خلاص، وادي ال20 وبعدين ودي الست، شايف البوينت دي كده هضمها التلاتي، وهضم برضو دي كده ودي كده. بص مش دي دي انا قصدي هضم قصدي النقطة دي والنقطة دي، مش هما الاتنين دول نفس النقطة بالنسبة لي؟ فلو انا ضميتهم مع بعض صح كده. طب وبعدين انا كان عندي من النقطة دي اللي هي النقطة دي بالنسبة لي عندي 21 صح، انا ما غيرتش اي حاجة، انا كل اللي عملته عملت ايه ان انا بس لما كان عندي حاجات دي كده كانتش واضحة. بص حسيت ان هما ايه مش سيريز ومش بارلل ومش عارف ايه، فانا ما كانتش واضحة بالنسبة لي، فعشان تبقى اوضح اعمل ايه، دي بالنسبة لي كأنها بوينت واحدة.
يعني ده كده سلك فاضي، فبقوا مجمعهم على بعض كده، ضموا على بعض كده. فلو ضميتها مع بعض وانت عندك تخيل هتلاقي ايه دي كده المضمومة دي كده، يبقوا الاتنين ايه عاملين كده صح، ودول عاملين كده، وادي 21 زباين. ساعتها بقى الموضوع واضح خالص، اللي هو ده دول كده مالهم مع بعض، بارل اهو، نفس الستارت ونفس الاند كده، وضحت بقى. ودي كده ايه دول كده مع بعض ايه بارل، يبقى الـ36 دول بارل مع بعض هيطلعوا بخمسة تقريبا، ودول بارل مع بعض هيطلعوا تقريبا، انا تعالى نجرب اهو، الستة بارل مع الـ30 على 36 بخمسة صح تمام، والـ80 بارل مع الـ20 يطلعوا بـ16 خلاص. فيبقى انت عندك من الطرف ده ادي الـ16 بتاعتك، وادي الايه وادي الخمسة، ولسه عندك الـ21 خلاص. يبقى انت عندك من الطرف ده ادي الخمسة بتاعتك، وادي التانية اهي، ادي الـ16 تمام. ما تنساش ان في سلكين هنا عشان الدنيا ما تلخبطش منك، لانك ما تحطش السلكين دول هتفتكرهم ايه سيريز مع بعض كلهم. لا بص كده واضح اهو، فدي كده ادي النقطة دي وادي النقطة دي، واضح ان دول ايه بقى مع بعض، دول اول سيريز كده مع 21 بارلل مع 21 خلاص. نشوف المسألة اللي بعدها، الراجل ده عامل ايه هنا، ادي البطارية، وبص بقى شايف هنا الكارنت هيخرج ازاي، ايه نرسم الرسمة بره، تعالوا نرسمها كده، نرسمها كده، راح حاطط لك بطارية كده، عامل لك ريزيستنس كده وريزيستنس كده، وقال لك دي بـ10 ودي بـ10 ودي بـ2. تمام، انا بس عايز اتاكد رسمها صح. رسمها صح تمام. دلوقتي يا شباب من هنا لهنا شايف، مش الـ10 والـ10 دول عندهم نفس الستارت ونفس الاند، اشيلهم واحط واحده بكام، واحده بخمسه اهو، النقطة دي النقطة دي هحطها من فوق مثلا خلاص. وبعد كده عندي الاتنين زي ما هي يعني خلاص. بصوا بقى عشان الموضوع يبقى واضح شوية، شايف التب دي يعني دول كده واضح اوي ان هم عندهم نفس الستارت ونفس ان 10 و10 وبكام بخمسة خلاص، شلتهم وحطيت واحدة مكانهم بس بخمسة ما بين نفس الطرفين. بص بقى مش دي كده بالنسبة لك برضو، دي البداية بتاعتها ادي الطرف وادي الطرف التاني صح كده، يعني دي الاتنين دي فين الستارت بتاعها، ده الستارت بتاعها، وفين الاند بتاعتها، دي الاند بتاعتها. طب والخمسه دي، دي الستارت بتاعتها، بسم ومين الله ودي الاند بتاعتها الرحمن الرحيم. صح. فيبقى ايه بقى، يبقى انت كده عندك الاتنين دول كانوا بارلين مع بعض، مش هما نفس الستارت وعندهم نفس الاند صح. طب تعالى نشوف اهو، لو ده الكرنت ماشي كده مش هيتفرق هنا ويتفرق هنا، هيفضل ماشي كده كده كده، وتلاقي ان الكرنت جاي من هنا هيلف كده، الكرنت اللي دخل هنا ده هيجي هنا ويقوم متجمع تاني داخلين هنا مع بعض صح. في خمسة والاتنين دول مع بعض بارل خلاص. برضو لما نيجي نشرح تلاتة البوينتس هتلاقي الموضوع أسهل إن شاء الله، يعني في تلاتة البوينتس دي الموضوع هتلاقيه جميل خالص، وهتحل الحاجات بسرعة أوي، يعني مش محتاجة سويفت، مش محتاجة أي حاجة. بس هنا الحاجات دي لما أنت بتقعد ترسمها واحدة واحدة وتقعد ترسم، يعني شفت أنا مشيت، أنا لما بصيت أنا أول ما بصيت على المسألة ما كنتش واخد بالي تلاتة بارل مع بعض إلا لو هحلها بالبوينتس. فلو إيه أنت ما هتعرفش تلاتة البوينتس، أهي أعملها واحدة واحدة، أهي من هنا لهنا الاتنين دول واضح إن هما بارل مع بعض، وبعدين وبعدين ابدا بقى بالراحه من هنا لهنا الاثنين دول بارل مع بعض، بعدين ابدا بقى حطيت واحده بخمسه، وبعد كده وضحت ان الاثنين دول ايه بارل مع بعض، نفس الستارت ونفس الاند. فانا عملت كل حاجه خطوه خطوه هتلاقي ان الدنيا ايه ماشيه تمام. مثلا مساله زي دي كده، راجل عامل ايه، احنا عايزين نحلها يعني بسرعه شويه، اول ما الاقي حاجه بارل مع حاجه اعملها، اول ما الاقي حاجه سيريس مع حاجه اعملها بسرعه. واضح قوي ان انا اول ما بصيت كده بص الدنيا تحس انها ملخبطه قوي، بس انا عيني لقطت على طول مين الواحد دي ودي، دول مالهم مع بعض، واضح ان هما ايه سيرز، فيبقوا اتنين. وبعد كده واضح قوي ان الاتنين دول مع بعض، يلاقي الاتنين دي بارلل مع الاتنين دي صح، بقى مع بعض هما كام كده كلهم مع بعض، اتنين بارلل مع اتنين بواحد. بعد كده هتلاقي ان ايه من هنا لهنا كده انت عندك ريزيستنس بواحد صح كده، خلاص بقى احنا شلنا دول كلهم كده هنحط ريزيستنس واحد بس اهو، حطيت ريزيستنس بواحدة بواحد، هتلاقي بقى كده ان من النقطة دي اهو هتلاقي ان دي مالها هنا كده عندك ريزيستنس سيريز مع الريزيستنس دي، يعني بس انا هعملها اول مره وبعد كده ايه مش هعملها تاني، يعني هنكمل بقى الباقي على طول. هو انا عندي من الطرف ده للطرف ده الاتنين دول بيبقى سيريز مع بعض، وقلنا ان هما بارلل مع الاتنين تبقى واحد اهو، يبقى واحد. وبعد كده هكمل الرسمه تاني الاقيها واحد
انا رسمت الحته دي خلاص. فيبقى دول كده مع بعض مالهم سيريز بارلل مع الاثنين خلاص. فيعني انت عندك ايه زي ما قلنا، دول كده واحد، دول بواحد سيريز مع الواحد يبقى باتنين، اتنين واتنين واحد. بعد كده تلاقي ان دول كلهم مع بعض مالهم خلاص. بقى احنا شلنا الطرف ده كله كده اهو، تاني الحته دي دول كده اتنين بارلل مع الاتنين بواحد، فحطينا ريزيستنس واحده مكانهم، بقت سيريز مع الواحد ده، فواحد واحد اتنين. هتلاقي برضو ان الاتنين دي مالها بارلل مع الاتنين دي صح، فيبقى مالهم اتنين واتنين بواحد. بعد كده تلاقي ان دول مالهم اللي هما اللي هنا دول، انا مش عارف انتوا شايفين الكلام ده ولا يعني مش عايز بس اقعد ارسمها والله كلها مره واحده. فتلاقي ان انا هقولها على طول وانت المفروض بقى تعملها في البيت انت، يعني جرب اقعد شيل بقى وحط كده هتلاقي الموضوع واضح. بس انت المفروض انك متعود انك تحل حاجات بسرعه. فواحد واحد اتنين، اتنين واتنين واحد، اتنين واحد واحد اتنين، اتنين واتنين واحد. فبعد كده هتلاقي ان ايه الواحد ده اللي احنا لسه مطلعينه هنا هيبقى سيريز مع برضه مع الواحد ده، فيبقى اتنين هيبقوا باتنين عشان هما سيريز. بعد كده اتنين واتنين هيبقوا بارلل صح بكام؟ بواحد. بعد كده هتلاقي ان ماله بقى الواحد ده اللي هو من هنا ده لهنا، شوف بص كده هتلاقي ان ايه دول مع بعض سيريز، واحد واحد اتنين واتنين ده كده كله هتلاقيه بارلل مع ده كله صح، لان الكارنت دخل من ايه وخرج من هنا، يبقى ماشي كده واتفرق، فدخل كده ودخل كده، يبقى مالهم اتنين واتنين بارلل مع بعض بواحد خلاص. شايف انت شايف الكلام ده ولا لا؟ بس لو مش شايف وحاولت ايه يعني تعمله انت مع نفسك، عشان الصراحة ان المسائل بتبقى فيها ريزيستورز كتير او فيها مقاومات كتير بتبقى صعب انك ايه تقعد يعني صعب انك تقعد ايه اللهم صل على النبي اقعد اعيد وارسم بقى تاني. فانا الحاجة اللي هشوفها بعيني واضحة هعملها برضو، عشان تعالى نبص هنا كده بصوا اهي. مالهم دول مع بعض؟ انا اول ما عيني تلقط حاجه مع بعض بارل اعملها، دول مع بعض واضح ان هم بارل، 60 و30 بارل مع بعض يطلعوا بكام؟ ب 20. يبقى انا عندي من هنا لهنا كده واحده ب 20، وهتلاقي برضو ان الاثنين دول مالهم مع بعض، ال 20 وال 20 دول مش عندهم نفس الستارت اهو، نفس الستارت صح، وعندهم نفس الاند ايه صح. مش احنا قلنا لما يكون في سلك فاضي كان الاثنين دول بوينت واحده، فاهو الاثنين دول كده واضح ان هم بارل مع بعض، ال 20 وال 20 10، ال 20 وال 20 مع بعض بارل مع بعض يبقوا 10. وبعد كده ال 10 دي هتلاقيها سيريز مع ال 10 دي صح، وبعد كده تلاقي ان ايه التلاتة دول كده مع بعض بارل، يبقى 20 بارل مع 30 بارل مع 60، هيطلعوا بكام دول كلهم مع بعض كده؟ هيطلع يبقى انت عندك ده كله كده ب 10. يبقى انا لو شلت الطرف من اول هنا كده لحد هنا كل دول ب 10. يعني انت لو مشيتها خطوة خطوة والله هتلاقي الموضوع واضح، انا بس مش عايز اقعد ارسم كل حاجة تاني، خايف تفتكروا ان انا ايه بسيب لكم الصعب والله. هو مش صعب اصلا، انا ايه ايوه هعملها عشان ما جاتش على الدقيقة دي. ماشي احنا خلاص. طب بص احنا قلنا من اول هنا لهنا كده مش واضح ان دي كده بارلل مع دي، والاتنين دول احنا قلنا الاتنين دول خلاص بارلل ب 10 سيريز مع ال10 دي، فيبقى التلاتة دول كده مع بعض مالهم قلنا لسه ايه بارلل مع، فانا هشيل بقى من هنا لهنا اهو من هنا من النقطة دي للنقطة دي كده دول كلهم كده هما بارلل، 60 اهي بارلل مع 30 صح، بارلل مع مين؟ ادي ال10 وادي ال10 التانية خلاص. كل دول قلنا بكام؟ ب 10. يبقى انا لما اجي ارسم السيركت التاني ادي ال25 اهي، تمام ادي ال25 اهي، ادي خمسة اهي ارسمها جنب اهي، ادي 25 وادي 30 خلاص. وقلنا من النقطة دي للنقطة دي هشيلهم واحط كام؟ ريزيستنس ب 10 ايه خلاص. وبعد كده انت عندك بص في دول كلهم كده اهو لحد هنا، تلاقي ان انت عندك ايه بعد كده الاربعة الاربعين دي صح، وبعد كده تلاقي ان عندك اتنين بارل مع بعض تحت، 50 و50 بارل مع بعض تمام. فالموضوع واضح قوي يعني، دول مع بعض 10، بعد كده هتلاقي ان دول برضو ايه بارل مع بعض يبقوا 25، دول كلهم كده ب 25، ودول كلهم مع بعض كده ب 10. بعد كده هتلاقي ان كله ايه بقى سيريز مع كله اهو، كله سيريز مع كله، ايدي وانا ماشيه كده تلاقيها ايه ماشيه حته واحده. الموضوع يعني انا مش عارف انتوا شايفينه ولا لا، بس حتى لو مش شايفينه حاول ايه تعملها انت، يعني حاول انت تحاول مش كل حاجه تتحل يعني خلاص.
بعد كده ايه كده خلصنا ريكوفرنت ريسنس في الملزمه دي. تمام، هو في موضوع اسهل وان شاء الله هنشرح بقى موضوع طريقه البوينتس دي، هتلاقي ان الموضوع اجمل يعني. تمام، شكرا.